اهلا ازر اهلا بيك. شو تعمل هنا؟ بس خويا شو انا كنت شو امورك؟ سامحني الحمد لله سبا شو الدنيا سبا عايش ها ليش تعمل هنا؟ والله سنية انا مش تعمل هنا انا عندي قضيت وين الناس اللي كنت تعمل هون؟ والله جيت للكلوب هنا قلت خلينا نعمل طلع هي طاهر حديت فيه برشا حاجات ما نعرفوش انا صوت راجل برشا نشاط باهرة قالوا لي الديكور طاير على الاخر قلت خلينا نعمل دور خفيف طلع اي وانت وين ماشي؟ قضيت وانا قضيت في المدينة في الاسواق يعني الدلل عليك بلا ان شاء الله خير عندي ايميسيون تيلي سينما نعملوا قيونا هنا نقعد نحكي وانا وياك ما تطولش عليك ليه ليه تيك تاك فهمنا اوكي هاي تفضل Stack the bakes, yo-yo. The superstar is on. مدام عزيزة أبو لابيارد، بارك الله إكسبيرونس طويلة، كارير يحكي على روح القاعدة. صحيح ولا لا؟ ما شاء الله، مسيرة طويلة وعريضة. البارتي اللي الناس ما تعرفهاش. عزيزة أبو لابيارد ما زالت في دارها. اه في دار بابا من زيت صغيره معناتها زيت صغيره في داره منين من باش بدا الاغرام اعطيني مزاج من الصغرى بالكل الاغرام من الصغرى بالكل احنا برك الله ايكيب تنجم تقول كي دي ايكيب تاع كوره 12 واحد احنا سته بنات سته اولاد برك الله سته بنات سته اولاد برك الله كبرنا مع بعضنا البنات جاوا الاولانيين وبعد جاوا الأولاد إيه البنات رجعوا قبل بعد جاوا الأولاد بالنظام تبارك الله في العائلة والله بابا يحب على الأولاد والأولاد ما عند ربي جاوا في الأخر شدوا صحيح معناتها والأم والبو أمي وبابا معناتها ما عندهمش أمي ما عندهاش أخوة وأخو وبابا ما عندهش أخوة بابا ماتت أمه وبوه خليه صغير ربيها عمه وامي زاد كيف كيف امها ماتت عن فاس معناتها الاثنين ما عندهمش عائله حب يكبروا في الفامي حب يكبروا في الكبروا في العائله الوحيد يظهر في العائله في الفن لا سبقوني اخواتي قبل اختي الكبيره سبقتني وقت الاستعمار دي تمشي للشعب الدستوريه تعمل كسكيتشات والمسرحيات الصغيره اللي هكا يحرضوا على الاستعمار واختي اللي اكبر مني زاد ثانيه وسيله قرات في سونتر دراماتيك هي واصلت وكملت لكن انا قريت محسوب عام وخرجت خاطر عام 63 ما فماش برشا ممثلين وحبيت نعاون بابا خاطر بابا كثرت عليه العيله وحسيت وبعدها كلي بدا يتعب شويه معناتها كنا اي نختصر ثنيه جدا اللي نحكي في السلاح لو كي خرجت لنا وشفناكم واخي عايش كان ممكن كملت ممكن كنا نشوفكم بعد ما فماش برشا ممثلين وقتها الوقت هذاك عام 63 فماش برشا ممثلين مش كيما تو تبارك مش كيما تو اللهم صلي على النبي تو الدنيا تطورت والممثلين ولا يقراوا يقراوا في المسرح خاطر كان قبل حتى اللي يقراوا معناتها ولديهم تلقاهم مش راغبين توا ولاو يرغبوا ما تحبوهم يقراوا المسرح توا تحس التمثيل بالحق لازم يكون انسان قاري اكثر منه موهوب عند ربي ولا العكس؟ ولا الاثنين مع بعضهم يلزم الاثنين مع بعضهم الموهبه لازم ان شاء الله معناتها الموهبه باهيه واحد يكون موهوب ساعات واحد يكون يقرا وماهوش موهوب ما يجمش يمثل خاطر نشوفوا برشا يقراوا مثلا منكم في المسرح وكله ينجموا ما يطلعوش ممثلين ما يطلعوش ممثلين صحيح انا خاطر عندي شركه وجبت ممثلين من ليزاد ما لا بيرليش شنو هو الحاجه اللي نحبها انا ما يعطيكش لا لا, لا 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 باهي بديت في الصغر شكون اول مره في الدار هكا قال فوالا عزيزه تنجم تكون ممثله لا حتى حد قلت لك اختي بديت في اختي بديت الكبيره بالكل أي. وبعد اختي الثانيه عندها تشجعت معاها ودخلت الاذاعه وغنيت معناتها غنيت اغاني عندها اغنيه كلحنها لها حسيلو يلزمني نتفكر طبعا بديت ذكر تهرب شويه نتذكر شكون اللي هنا اغنيه اسمها العنوان بتاعها فتح يا زهره شبابنا فتح يا زهره شبابنا او منال تبارك الله صاحبة تفرح بيك اسلام اهلا اهلا منال منال بنت طاهر الحداد تبارك الله اليوم موجوده عايش بنتي الغاليه ميرسي ميرسي يعطيك الصحه الله يعافيك ميرسي منال كل لها منال اللي حبيت تقولوا لي كل ميساج قال لك انا نحبك برجع حابه تجي تفرح بيك وهي بنت حبيت نفرح بيك عايش ونقول لك مرحبا بك ديما ديما الباب محلول لك عايشك عايش بنتي وان شاء الله ديما تجيب حذانا وربي يخليك لينا عايش بنتي وانا ليه قبيله زاد اسمع صح. اي حتى قبيله نسمع فيها زون نفرح بك اكثر خاطر جبتها قبيله نسمع فيها زون صوتها حلو برشا برك الله عليك صوت حلو اما يلزمني بعد نسمع صوتك بالكدا خاطر عندي حاجات ليك راه خممت فيك انا اي باهي انا بعد نقعد مع منال اي عايش بنتي يا اختي نكمل معاك مدام عزيزه قلت لك وانت
قعدت تغزل روحك في صارت لك فازه كما يقولوا الاكثريه هيك الممثلين يقول قعدت نغزل المرايه مع روحي حسيت لا 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 غزرت مرايه لا حتى شيء غزرت المرايه لا غزرت لا 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 غزرتي لا غزرت لها اخواتي سبقوني في الميدان وانا ما انت قلت لك دخلت في جرت اختي الثانيه انا خاطر ثالثه دخلت في جرت اختي على اساس باش نقرا في السنتر لكن ما انت لقيت فما شكون فرقة اللي تمشي اون باراليل هي مع فرقة علي بن عيادي اللي هي فرقة مدينة تونس اسمه مسرح التجريبي وبإدارة عبد المطلب الزعزاع مش عبد الرزاق ومش محسن معناتها ولد عمهم عبد المطلب مسرح التجريبي مشي قرا شوية في فرنسا وجاء طلب من رئيس بورقيبة وقتها مشي أعطاها دعم وعمل الفرقة معنا كنت في دي كلوب قبل نحكي كأما خلينا نحكيه تو في الترتيب تاع الاماتور بديت هويت انا راني مع اخوتي علاش نحكي على هويت نحكي على هويت بديت هويت كيفاش بديت مع الهويت بديت في مسرح ذكرش اول خدمه خدمتها مع الهويت مع الهويت ما اي نتذكر فما خدمت برشا حاجات صغيره هكا ما نتذكرش العناوين نتاعهم اما نتذكر في فرقه مسرح المسرح الافريقي بدار ناصر بوعزيز ايه؟ ما نعرفش عليه معناتها متوفي ولا حي ان شاء الله كان حي ربي ان شاء الله يفضله وربي يدوم حياته وكان متوفي الله يرحمه ناصر بوعزيز عمل مسرحيه ام عباس فيها مرحومه زهره فايزه ووقت ما تزوجها بسي علي عبد الوهاب اللي زوجها اللي مازال موجود توا برا معناتها موجود توا في الجنوب عنده فرقه هوات سي علي عبد الوهاب ربي يفضله والمسرحيه ام عباس فيها شو اسمه هو نذكر معاك انا ما نجمش نذكر الحقيقه برشا ذكرتي بديت تهرب توا بديت تهرب توا اسماعيل حطاب اسماعيل حطاب خاطر فيها عرس والعرس هذاك باسماعيل حطاب والمرحومه عايشه وماميه عملت معاهم تورني وانا وقت عندي دور صغير هكا في العرس خاطر الفرقه المسرحيه فيها عرس والعرس هذاك باسماعيل حطاب وعايشه وماميه وعملنا تورني كبيره في الجنوب وفي جمهوريه كامله معناتها عملنا تورني كبيره وهذاك الدور معناتها اللي قعد في ذاكرتي العائله ما عندهاش مشكل وقتها العائلة ما عنديش مشكل معها خاطر قلت لك اخواتي سبقوني بقى الجيران ما عندي مشكل معاهم ما كيفاش كانت قبل بالحق حنا تو نعرفوا تو تبدلت العقلية تو ممكن ولاد لي بارون يجريوا انهم ولادهم يشوفوا في الميدان كانت قبل التلميذة اللي تقرا معايا تقعد معايا في الطاولة ما تكلمنيش شي قريبة لدارهم تكلمني بعيدة على الدار خاطر امها ما تحبش انا خاطر دخلت كونسيرفاتوار نعمل في الرقص كونسيرفاتوار كنت في ناس زرقون ونعمل في معناتها نقرا في التمثيل معناتها من انا نسمى مرام ما يقولوش يعني ما يقولوش بالفتح يقولوا مرام شبيه مرام الله غالب عليها تمثيل حسين قلت لي ذاك وقت وهذا وقت صحيح ذاك وقت وهذا وقت باهي من بعد البارتي هذيك مشيت بديت تدخل في الكلوب بديت تحاول تقوي في الفورماسيون تاعك أنا وليت ندخل الجمعية هويت هكا باش نشارك العباد ويعطيوني شي دوير خاطر مغرومة كي سمعت بالفرقة بتاع عبد المطلب الزعزاع دخلت معناتها خاطر ما فماش برشا ممثلين وقتها دخلت وخدمت حتى مع الناس متقدمين في السن معناتها كبار أنا صغيرة يحفظوا بالملا ما يحفظوش مش ما يعرفوش يقراوا مل عليهم من لقيه تحفظوا بالملا كل جمله جنيه وتعودها 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 وبعد يقمر جمله كلها بقعه الفيه بقعه جمله في البقعه الاخرى ما تب فما شويه تعب فيهم فما شويه بالطبيعه مش كيما الانسان اللي يقرا يحفظ قبل ما يجي كيما تحفظ فيه هذا قداش عمرك في هذا الكل والله تنجم تقول عمري 16 وقتها 16 سنه انت ساكنه وين باش تعرفوا كل شيء انا انا وين انا بنت الدندان بالدندان انا بنت الدندان وقريت يمكن عامين في في الدندان وبعد ما قلت البباصات بعمل نوبه كملت معناتها البريمير نتاعي كل مبسط من نوبه حتى خديت الشهاده والسيزيان كانت قبل الشهاده معناتها خرجت تعليم الابتدائي معناتها كانت الشهاده قبل ما كنت وما عادش مولوده شهاده خديت الشهاده والسيزيان وقتها كان الاسم يطلع في الجريده الجريده تو مخبيتها اللي فيها الرقم نتاعي واسمي وكملت بعد الشهاده والسيزيان قريت في شو اسمها مصنع البقعه نهج فابريكات الثلج ويدي كلاسيك قريت غاديكا وغاديكا تعلم شفت معناتها في الغدي كلاسيغ كانت بجنبهم من الكونسيرفاتوار نهج فابريكة الثلج نهج زرقون غادي قريبة لبعضهم نسمع الطبيب والوسكا والرقصات والجو الكبير عجبني الامبيونس ديما نبدا نسمع والحمد لله وانا واقفة نبدا قدام المكتب
دخلت نتفرج وبشوي بشوي بديت ندخل في روحي. كان تصورتوا اللي تفرجوا حتالين... تصورتوا اللي تفرجوا فينا كل شيخين علاش خاطر ممكن فما ديديتاي ممكن قبل ما سمعوهمش خاطر قبل ديما نحس حتى كي نسال الناس يحبوا يعرفوا مدام عزه ابو لابيار هي دوريجين منين وين قرات وهي صغيره واحد يقول لك من الزون هذه واحد من الزون هذه مخلطين انا اوضحنا اليوم فما برشا يقولوا من الكاف انا راني نحب تكون من الكاف وخدمت 10 سنين في الكاف مشيت عام 67 مع منصف السويسي لكن انا اصلي الاصيل من بني خيار من بني خيار اي جدودي من بني خيار واللقب متاعي عزيزه خيار على خاطر انا قلت جدودي اصيلين وتوا معناتها الدار نتاع عزيزي ومازالت موجوده في بني خيار لكن عشنا في تونس بابا مولود في تونس مادام قاعدين نحكيو ديجا على البارتي نتاع الهوات خلينا من نعمل كومباريزون بين لي زاماتور في قبل ولي زاماتور نتاع تو شنو ترى الفرق قبل كانوا الغرام اكثر الغرام اكثر توا حتى كي يا زرينا لوج عليك من قهوه القهوه وانت راك شهوني شنو هذه لاباس تعرف مدام عزيزه جات معاك هذه تحكي لك حكايتها لحظه نقول لك انا اصلا نجيب كرسي لاباس عليك ولا مفاجاه عملت هنا مفاجاه مش مفاجاه هاي تفضل هذه قلت هذه خطيبته باش تعمل له توا ليه مدام عزيزة ما تعمليش بيو بعد أنني خاطب أني معرس لا عندي حتى حد اللي حد ما راح بيه يكلمني قلت بالكشي بالكشي هيا عرف بروحك مدام عزيزة بون أنا نرمين جيتكم من بيجا شو اسمك؟ نرمين محليه اسمك عايشك حالة بالشهر هي نرمين نعمل مسرح وسينما عندك الفيلم اللي جيتنا به وجيتكم من بيجا بفيلم في اسمه ذا اسباس اماتور طبعا نحكي لك على الاسباس اماتور شو يصير فيه مش تشوفوه الفيلم ولا ايش تفرجوا فيه بعضنا تو نحن واللي تفرجوا فينا يعني شوقتني هكا هو نمشي نتفرجوا فيلم نرمين ما قبل كل شيء نذكر لي زاماتور اللي يحبوا يكونوا موجودين معنا على ذمتكم السيت نتاعنا www.telesinema.com والا زاد الباج اوفيسيال نتاعنا تيليسينما باش نجموا تكونوا موجودين معنا في اسباس اماتور نمشي نتفرجوا في الفيلم وانا راجعي مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل رجعنا بعد فيلم نرمين ايش رايك في الفيلم صح احلاه يعطيك الصحه نرمين عايشك معلم العايش معناتها فكره حلوه فكره باهيه معناتها نتاع الاحداث تاعك حلوه في دقيقه وميساج دقيقه وميساج وصل يوصل الميساج هو راهو فيلم مينوت فما عبيد فهم المفهوم تاع فيلم مينوت بالغلط معناها في بالهم سبوت ولا بيبليسيتي اما هو اللي فما ديزيدي معناها ما يسلو كان في دقيقه خلينا نعرف عليك اكثر اش تقرا انت نرمين اش تعمل بالضبط انا نقرا بريمير اني ار بلاستيك في البوزار تونس عندي بريسك 4 سنين نعمل مسرح وعندي عامين نعمل سينما احنا بدينا سيكل دو فورماسيون تاعنا بالمسرح بعد حبينا خمسة ولا ستة من الكلوب حبينا نجربوا نعملوا سينما عنا دي زي دي ما نجموش نوصلهم في المسرح فهمتني حبينا نجربوا بالسينما خذينا فورماسيون تاعنا من الانترنت وهبطنا عملنا سيناريو وهبطنا معناها للبلاتو صورنا مي لاحظنا اللي فما أغلاط ما عرفناش نصلحوهم معناها يا أخي بدينا سيكل دو فورماسيون تاعنا مع جمعية مسال تنمية ثقافية بدينا في أول العام في نوفمبر عملنا تروكار خذوهات اللي هو كيفاش تتعلم أنك توصل فكرتك في دقيقة
بدينا الفورماسيون هذيك بخذوهات، صورنا دي فيلم منوت، صورنا بريسك 6 افلام احنا في بيجا. بون بعد حبينا نزيدو نكبروها الحكايه هذيك، حبينا نوصلوها للي يكون ميتراج، معناها تتعلم كيفاش مش جوست انك تخرج تصور فيلم منوت بالوقت، تعلم كيفاش تكتب سيناريو، كيفاش تعمل ستوري بورد، كيفاش كل واحد ياخذ تاش نتاعو، معناها خاطر هي كانت خدمه نتاع ايكيب كامله. من بعد ديم فورماسيون معناها حبينا نكبروها توصل الحكايه للي يكون ميتراج. مي احنا بيسك في بيجا تبارك الله المندوب نتاعنا يرحم والديه الحق ويقف معانا كتشوفنا على الاخر والله يعطي الصحه على الاخر، يجينا قبل بالنهار قاعده تنبر مدام عزيزه والله هذا ما لغه جديده نتاع اللي جاي يدخلك له يعمل في حاجه بيها العكس جات في بالي بالحق لا تنبر عليه. طلبنا بيجي باش نعملوا ستاج معناها نتاع سينما في بيجا في العطله، تبركنا معناها أكثر من 40 شاب راهو باش نعملوا فورماسيون معناها، جست طلبنا بيدجي نتاع ماكلة والبيت نتاع الضيوف هكا هاو. ما طلبتوش فلوس ما؟ معناها جست حابين نجموا ليزانفيتي نتاعنا باش نجموا ناخذوا فورماسيون معناها. يجيونا قبل بنهار معناها نهار اللي باش تبدا الفورماسيون الضيف سايي جايين في الطريق، ويجينا المندوب يقولنا لي راهو ما فماش بيدجي رغم اللي هو عطانا الكونفيرماسيون قبل. بون هذه صارت عليها مشكله كبيره في بيجا، وهبطنا عملنا مظاهره معناها قدام المندوبيه 3 سوايع واحنا في المطر، والمندوب ما حبش يخرج ومسكر علينا الباب، وديجا هو سمع بها الحكايه اللي احنا باش نعطوا نعملوا له مظاهره، حط لنا دي بودي جارد في الباب. معناها سي بيان قاعده تشوف لي زاماتور قداش تعبين ومنين منين منين مالغيري فما يظهر لي ما فماش لهوا كبيره في بيجا كما تحكي. جمله حلو اسمعني فما انتم شديتوا صحيح ويعطيكم الصحه اللي وصلتوا المعلومه نتاعكم. وديجا في بيجا احنا قدام المهرجان يبعث لنا معناها ديزانفي باش نشاركوا، يجاوبهم المندوب من غير ما احنا نسمعوا اللي ما فماش عنا انتاجات سينمائيه، بوغتو احنا مصورين قرب 10 افلام معناها، وديجا الفيلم بتاعنا احنا هو اللي خدا الجائزه الاولى. هذا الكل شفت. وحاجه اخرى المندوب بار اكزومبل كل اجتماع يعملوا اخر نص ساعه يخصصها باش انه يسب ولاد بيجا معناها اللي هو المفروض ولاده. اليوم يغزر لك المندوب قاعد يتفرج فيك. لا انا الجائزه الاولى ديجا نهديها له معناها الجائزه الاولى نهديها له. اوكي يعملش معناتها والفيلم على شنو حبيت الميساج اللي حبيت توصله بالضبط؟ بون احنا كل هي مسار تمشي لكل بلاصه، بون كل واحد يختار كلمه واحده معناها كل واحد شنو يقول معناها، ثم ارهاب، فن، دونس، موسيقى، فوتوغرافي، زطله، اي حاجه معناها هي تعني له حاجه في حياته، كوره، اي حاجه. من بعد ناخذوا فوت، اكثر كلمه تاخذ فوت نعملوا اي هذيك معناها شنو الارهاب شنو يجيب لك في مخك سي بيان معناها هذاك الارهاب خلينا نعملوا مساج بربي اللي يتفرجوا فينا الكل. انت ظاهر من البيت نتاعك اللي حبيت توصلوا ولا المساج انه حبيت خلينا نقولها الكلمه حبيت تقزم الناس هذوما اللي يحبوا يعملوا اي بيان سور معناها نقول لهم عندهم يوصلوا راه ديجا هي جات بتفدليك معناها انه هو مدلو واحد فلوس يا اخي هو سكت هذيك معناها مظاهرين انه هو البيت نتاعهم هذاك هو معناها البيت نتاعهم فلوس في الاخر باش تنصحها لي مدام عزيزه كي تشوف بالحق هكا دي جون مغرومين بعد سمعنا هذا كله هكا تشوف الشيء هذا والله صح باش تواصلوا تكملوا وتوصل علاش شبابنا توا تبارك الله 55 اولادنا عنده وبناتنا عندهم امكانيات وعندهم حاجات وعندهم افكار حلوه نراو فيهم كل مره نتفرج في لي زيميسيون يبداو في الخارج هكا كل مره تلقاه شيش مدير ولا تلقاه طبيب ولا تلقاه حاجه وهما موجودين في الخارج علاش ما نستنفعوش بيهم احنا هنا في تونس؟ لا مازلت الافكار ومازلنا موجودين وبقدره ربي مازلنا نعملوا حاجات في بلادك وخدم هنا. يعطيك الصحه مره اخرى نرمين على الفيلم اللي كنت موجوده بيه معنا. خليني نذكر الناس اللي حابين يكونوا موجودين معنا في اسباس اماتور ما تنجموا تكونتاكتيونا كان على الباج اوفيسيال نتاعنا تيلي سينما والا زاد على ذمتكم السيت نتاعنا www.telesinema.com. هكا نكونوا كملنا الاسباس هذا مدام عزيزه كملنا تبارك الله معنا نرمين تصورك عملنا فريدة باهي قبل كل شيء ما نبدلوا لازمنا السيلفي نتاعي انا ذي يلا هاي نرمينيشش هاي مدام عزيزة نمشوا للساندي تو نحكيو مرحبا حكينا على البارتي الاولى الغرام الامبيونس كيفاش كانت في العائله الاخوات المسرح كيفاش كانت البارتي نتاعك كنت كهاويه تو نحب نوصل معاك للبارتي اللي عزيزه ابو لابيار سي بروفيسيونيل حابه تولي عندها اسم وعندها كارير تشوف فيه قدامها عام 63
عام 63 دخلت التياتر دي سي إدارة عبد المطلب الزعزاق، خدمت عامين في تونس، خلي الفرقة دي تمشي اون باراليل مع فرقة مدينة تونس مع المرحوم علي بن عياد وقتها الوقت ذاك. ومن بعد انتقلنا لبنزرت، زعزاع انتقل لبنزرت، مشينا معاه أنا وسليم محفوظ وصالح رحموني ممثلين معناتها زملاء يقدم، مشينا خدمت عامين في بنزرت. ومن بعد عام 67 مشيت للكيف، مشيت للكيف مع المنصف السويسي. مع المنصف السويسي وغاد بدات الخدمه. بدات الخدمه غاد اول مسرحيه، اللي يحب يوري روحه واللي يحب يوري مقدرته، واللي خاطر كانت مدرسه عباره على مدرسه. اللي يحب يتخرج واللي يحب يقول معناتها لي انا موليت ممثل ولا ممثله تمشي للكيف. مش كيف خاطر كان غادي كنا نتزاحموا في النصوص في الاداء في كل معناتها نحن كي نبداو على الركح كل واحد يحب يوري روحه، كل واحد طايح على صح، كل واحد بمحبة لا بالمحبة لا بالمحبة. وتبارك الله كنا برشا ممثلين، راه برشا 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 ممثلين. شكون الممثلين اللي تو موجودين عندنا معنا على الساحة؟ سعاد محاسن، ناجي ورغي، عيسى حراث، مرحوم نور الدين عزيزة، منجي بن ابراهيم، لميا بن ابراهيم، رجاء بن عمار، منصف الصايم، عبتيف خيار الدين، بارك الله على الاسامي اللي عندنا. كل اسامي فوزيه ابو معيزه، دلندا اختها، دلندا الغربي، برشا 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 ممثلين تبارك الله. خمسه وخميس والله اللي ما سميتهمش يسامحوني. قداش قعدت في الكيف؟ 10 سنين. 10 سنين قداش خدمت معاهم مسرحيه؟ برشا، خدمت الزنجر، خدمت الحلاج، كلفون، نهي في نوارو، مهاجر، بريسبان، عشتاروت، سنة ما نسيش. أما عملت فما ممثلات خدمة وعمص في السويسي وانا عوضت بعد، فما شكون يتزوج معناتها عوضت في الهاني بودربالة. انا وسعاد محاسرة وخلنا نخدموا نهار بنهار، نهدي الهاني بودربالة، عودت في الزنج، عودت في لا مش الزنج. فاش كانت هذه الخدمة نهار؟ عودت في راشومون، عوضت في برشا مماحنا، فما مسرحيات انا عوضت. كيفاش كان خاطر قبل ديما نسمع في المسرح، كيفاش كان الخدمه نهار بنهار يعني نفس الدور تاخذوهم بعض؟ والله فما ممثله كانت، ممثله كانت اسمها راضيه ورتاني، خدمه دور في الهني بودربيله، تزوجت وبعدت على المسرح. معناتها المسرحيه قعدت ناقصه ممثله، وين وسعاد محاسن موجودين، منصف السويسي باش يرضينا الاثنين. فما دي تورني تخدم نهار هي ونهار انا. باهي مدام عزيزة، بعد المسرح اللي مدام نحكيه على جو المسرح والأمبيونس هذه كل اللي وصلنا اليوم، أنا قاو عزيزة أبو اليبياري رجعت مرة أخرى لتونس، رجعت لتونس فركة سابو. سمحني خاطر خلني وصل عاد كيفاش رجعت لتونس. ما مات المرحوم علي بن عياد منصف السويسي، عودة الوزارة ولا البلدية معناتها شد هو مع الإدارة بتاع فرق بدين تونس، جاب الممثلين اللي مشي معها الكل، اللي مشيو معاه من تونس الكل عاود رجعهم لتونس، رجعهم لتونس فرق مدينة تونس، دخلنا مع بريسك الكل فرق مدينة تونس. نجمت تبني حياتك من المسرح؟ خاطر قبل ديما انا نتذكر حتى احنا الصغار اول ما نكبروا نبداو نسمعوا، ولا حتى اللي حاب يدخل تو للتمثيل ولا الميدان الفن اول ما يقولوا له عائلتهم يقولوا رد بالك الميدان ما نجمش يعيشك. انت نجمت اليوم تعيش في الميدان المسرح؟ باش نقول لك الحق، هو ما يعيشش راه، اما انا شديت صحيح خاطر نحبه. أنا كونت روحي من الغناء، وأنا مانيش مغنية، أنا ما مش مطربة، أنا مغنية نغني صحيح وكهو، مؤدية نأدي صحيح، بقى صوتي ما يطربش ومن من نتعلقش على أغاني فنية، لا نغني أغاني التقاطة كما قلوا تقطوقة صغيرة ولا أغاني الكافية بدوية حاجة اللي تعرفها تمشي مع صوتك، تمشي مع صوتي وما نتعلطش. شو على خطر اليوم ديجا أنا في مخي على الأخر حكاية الغناء يعني عملك البرنامج شو الغناء عرفتك من تحب توصل مستحيل تسايبك من غير ما تغني لي. أما شو نمشي معاك الفركة صابون اللي هي تو ديجا نرجع الدور ونرجع الفركة صابون، انت علاش هاربة من فركة صابون يا مدام عزيزة؟ فركة صابون اللي هي ديجا كانت الفكرة نتاع معز تومي من اللول، ومن اللول اللي خرجت برشا حكايات قالوا ما كانتش عزيزة أبو لابيار باش تخدم فركة صابون. لا والله لا غلط، أنا كنت قبل. إيه؟ بعد شكون الشخص اللي جاء؟ بعد جاء لندين السعدي. إيه؟ أنا خاطر معز تومي خدمت معاه في عديد المسلسلات، كان قريب مني، معز يحب يبربش، يحب الممثلين القدم المتقدمين في السن، يحب يقعد حداهم ويحكي معاهم، حتى كي بداوا يحكيوا هما، هو يقعد يبدا يتصنت معناتها
تحسه هكا يحب يتعلم منهم، يتعلم منهم حاجات، مش يتعلم، يحب يطلع على برشا حاجات قديمه. لهذه ناقصه تو، تلقى ساعات الجينيراسيون في بعضهم جدد ما يحبوش يتعلموا من القدم، اللي هو ممكن الباز عند الناس اللي سبقوك. يعني معز فيه الحاجه دي، معناتها يحب ما ويدخل معنا حتى في الحوار، ويحب يسال على برشا حاجات، وهذه اللي معناتها الباهي في معز. يعني كنت تخدم انت المسرحيه من الاول؟ كنت باش نخدم بعد الحاليه. قال لي راني نكتب في نص وباش نخدمه، وهو مغروم عنده ماماتو، كل حاجات اللي يعمل فيهم هذوك كل هذاك بتاع ماماتو، ماماتو أم أمو اللي هو يبدي حبي يوري ورواحه. معز يوري روحه كيفاش يعمل العزوزة، وجليل الدين سعدي زاد فيلم في العزوزة، ممثل ما عندي ما أقول فيه، ممثل هايل جليل بهي، هذاك يعمل دور عزوزة وذاك كيف كيف. عين بعد جاتوا الفكرة، قال لي ما تغششكم، جاتني فكرة باش نقلب، معناتها باش ناخذ جليل في بلاصة زوز رجال باش يعملوا أدوار عزيز. قال راحتك، النص نصك، شريكة شريكتك، والخراج خراجك، وانت خدمه انت حر. كيف خدموا مع بعضهم ما نعرفش شنو اللي صار. ما تفهموش شو ما تعرفش مدام عزيزه بالحق تو، ما تعرفش ولا ما تحبش تقول؟ لا لا من ما تعرفش، ما نعرفش شنو اللي صار بيناتهم، خاطر جلال حبيبي ومعناتها زميلي وخويا وعشره قديمه، ومعز ده كيف كيف، معناتها شنو اللي صار بيناتهم ما نعرفش، خاطر في الخدمه بيناتهم. باهي احنا ما عليناش في اللي صار، ما عادش باش يخدموا بعضهم. وكلم مدام عزيزه، كلمني في الليله انا ساهره في داري، وكلمني معناتها وقت ما مخر مع العشاء تاع الليل، وفي الدنيا شتاء الدنيا بارده. كلمني قال لي مازلت ما لقيتش، قلت له قال لي راني معناتها مازلت شاد صحيح باش تخدم انت الدور. قلت له ما في باش يخدم جلال. قال لي رانا ما تفهمنيش، ما تفهمني ما نعرفش شنو. قال لي ما تفهمنيش انا كي معناتها جلال خاطر يعز عليا بصراحه. سرزنتها انت الرجعه؟ رجعه مش انا سرزنتها، انا ما نحبش نغير جلال، ما نحبش نغيره. قلت له جلال معناتها ما يتغشش بصراحة، قلت له كلمة، قلت له جالي ما يتغشش. قال لي اسمع عزيزة، إذا كان ما تقدمش أنت راه فما ممثلات متقدمين في السن كيف ما أنت من عمرك أنت، فما لطيفة القفصي، فما خديجة بن عارفة، فما فلان، سمي برشا ممثلين. رجعت على نفسي قلت علاش نحرم روحي أنا يعني. كي ما نخدمش أنا باش تخدم؟ قال لي راني شاد صحيح، ما نتفهموش ما تخدمش أنت باش تخدم واحد أخرى في بلاصتك. رجعت، قال لي هو دورك من الاول وانا خمن فيك انت، انا رجعت لك اللي كنتي، ما تعرفش ما نقولش اني جبت ممثله اخرى في بلاصتك. اها كيف مشيت شفت البروجي وقريت هالمسرحيه فرك الصابون برسمي، كنت تتوقع انه ممكن النجم المسرحيه هذه تعمل سكسي يعني الونتير، وكنت تشوف انه تنجم تعمل الباز اللي عملته اليوم؟ والله ايش نقول لك، انا فك الرجعه اللي رجعت شديت بلاصه جلال، كانت الفتره قصيره برشا 13 يوم، يوم نهار 14 باش يتقدم، معناتها هو ماخذ سيكل، ماخذ اداه في المسرح الوطني وبجلال. فهمت. لكن وقت اللي جلال معناتها ما تفهموش، حبي انا نشد بلاصه جلال. جلال معناتها يستخيل باش المسرحيه تطويل المده قال لي لا نحب الدات هذيك بيدا، الدات اللي خديتها انا بجلال نحب. وقلت له انت اوكي؟ قلت ان شاء الله ما عندك انا رجاء. خدمت ومشينا في الجو، ومشينا في الجو، خدمت وقت برشا معناتها وقت طويل. اليوم قاعدين نسمعوا اللي ممكن فما فركه صابون اثنين. صحيح فما فركه صابون اثنين وحلوه برشا. هذا سكوب لينا احنا، سكوب التيلي سينما، ولا حكيتوه الموضوع قبل؟ لا لا ما زلتوا تحكيوا فيه ما بين بعض؟ ما حكيناش في حتى قناه، مازلنا ما حكيناش فيه. اللي هو فما امكانيه فما فركه صابون اثنين، فما فركه صابون اثنين، وقتاش ان شاء الله تكون حاضره فركه صابون اثنين؟ ولا تنجم تقول بريسك كل شيء معناتها حضر حضر حضر. اما بقى معز قال لي مادام فركه صابون الاولى، مادام الجمهور قاعد يجي، فرح بركه عندنا عرض اللهم صل يعني بفي نابل. لا هي كل العروض قاعده تتعبى، وهذا حبه العروض قاعده تتعبى من المسرح نمشي. هذاك علاش جلال ما جلال معز معز عاد قلبك على جلال، قلبي على جلال. من المسرح نمشيو للتلفزه، الاعمال اللي في التلفزه كيفاش ترى روحك فماشي بالحق اليوم بعد هالكارير هذا كل؟ فما رول قلت حقني خدمته ولا ما خديتش حقي بالحق؟ فما دي بيرسوناج حقني خدمته؟ لا ما خديتش حقي، اما انا تمنيت وقت كنت صغيره تمنيت نعمل وين ما نشوف. انا صغيره والنجم نشد الببليك، نجم نحب الدور اللي يكون فاغيي، فيه كل شيء، فيه الدراما، فيه الضحكه، فيه الرقص، فيه الاغناء، فيه تعمل كل شيء، كل شيء جيم دي فول معناتها حبيت هذا الكل. لكن ما كتبش شكون فما شكون وعد يرحمه يرحمه سي توفيق بوغدير بو فريد بوغدير، معناتها قعد معايا وبدا شويه وبدا احنا عندنا عروض في المونستير وقتها فرقة الكيف، جاء معناتها وقعد معايا وبدا شويه وقرا لي، لكن
معناتها تعب ومرض مشكلة كل شيء بالكتب مش كل شيء تبارك الله هودي جا انت السكسي اللي عندك القوية هي من التلفزة يعني التلفزة هي اللي خلت بس كل تعرف عزيزة بولابيار يعني. هي اللي عندها فضل عليا هي اللي عرفت بعزيزة بولابيار التلفزة خطر تدخل لكل دار الناس والناس كل تتفرج في التلفزة ما كانش عزيزة بولابيار ما يعرفها حتى حد بي قبيل حكيت لي على غناء خليني هكا إذا ما كتعرف طمع شوية راه نحب نسمع حويجة مزيانة شو غني غني أغنية اللي تاع سجلتها اللي سجلتها هاي فازي ألالي 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 ولالي ألالي ألالي يوم وش للالي يا عذابي يا غيري أنا وسع في بالي يا سلفني مولات حطيتك في الجيب غضيت فكرتك في ليلة ظلمة سيلتي الدمعة وبكيت ألالي ألالي لالي وألالي ألالي لالي برافو برافو هذه من عندي عايش اليوم المخرجين التوانسة اللي ما عادش يكلموا في عزيزة بولابيار ما يكلموهاش في الخدمة في رمضان تلومهم ولا تقول ممكن هما ما راونيش ولا هذاك هو كل لا لا من لوم حتى عادي جدا خاطر خدمت مع المخرجين الكل خدمت مع صلاح الدين الصيد خدمت مع حماد يعرفها خدمت مع بسباس خدمت مع المخرجين اللي موجودين في التلفزة مع عبد الرزاق الحمامي يرحمه اللي توجدوا في التلفزة الكل 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 حبيب سلماني اللامس هو اللي خدمني أكثر من الناس كل بصراحة حبيب سلماني خدمني في غالب المسلسلات التاعه وخدمت معه يعني متلوم حد اليوم متلوم حد حدا كان ماكش موجودة في رمضان ولا ما كلمك حد لا 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 عادي جدا اللي خمم فيا كثر خير وبارك الله فيه واللي ما معناتها حتى سيكونس ظريفة راه ما يقلقنيش انا يعني خدمت مع حمادي لا صلاح الدين صيد خدمت معاه في منام تاع روسيا سيكونس صغيرة في الكار انا وجيه جندوبي وعادي جدا المهم تكون سيكونس الفالور نتاعها ينجم نقولوا فوالا هذه عزيزة بولابيار فايده مش في الكثره لا اي مش فايده مش في الكثره المهم واحد ما عنده بصمه خاطر هو قال لي باش نحطك ضيفة شرف والسيكونس هذه ما انت ما تنجمش تخدمها اي يلزمها ممثله نمشي من التلفزه للسينما اي السينما فماش ديزكسبيريونس بهين والله خدمت ادوار تعرف مشاركات متاع الافلام الافلام الاجنبيه اللي جينا معناتها مشاركه حصل معناش برشا خدمه في الافلام خدمت في السينما انتاج ناس ليلى ني ان فرانس خدمت في فيفو باراديس خدمت في فيلم اسبانيولي زاميكدوس خدمت فيلم طليان هكا ترجموه تي توا كون تي بار معناتها تصور مع معناتها فيلم افلام فيلم تونسي اللي قعدت خدمت لضيف 54 خدمت في عصفور سطح الحلفاوين فيلم الحلفاوين عصفور سطح اللي ايه اللي كسر الدنيا اللي كسر الدنيا تو مادام نحكيو على تو ما عادش مديري ميت ونحكيو على اخراج جديد تمشي تحضر في السينما اللي جون جدد قاعدين يخرجوا في السينما ولا والله نحضر معاهم ونعاونهم لكن انا متغش عليهم خاطر يوعدون يقولوا لي في التخرج بتاعنا كنا نعملوا حفله باش نستدعاوك رغم اللي انا نخدمت معاهم حتى حد ما عيطي بعد ما نعاونهم يطفيوني هذه كلمة نحب نقولها لا يقولها وما نشعفش وعودت سنة عيطولي ومشيت لهم وعاونتهم مرغي معاش تمشي لهم الله يهديهم قول لهم حاجة بغنية قبل كل شيء أي غنية في مخك فريمون تحب تقول الناس هذوما الله يهديهم ولا غنية ترى تحب تعمل لهم ديديكاس لهم هم اللي يجي في مخك اللي يجي تعمل عندي غنية في المسرحية نحبها يلا في مسرحية اللي تعدى وفات اللي واحد سافر لبرا وأمه قعدت متحير عليه اللي هي تقول هي تغني على ولدها غريب وجالي رواح الوكرك يا أم غريب وجالي غريب وجالي عمرت وطن الناس هاوما ومكرك خانالي عمرت وطن الناس هاوما ومكرك خالي ارجع يا وليدي وعليك النادي كثرة ناهيدي حرمت رجادي ارجع يا وليدي وعليك النادي كثرة ناهيدي حرمت رجادي
الله 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 طويله شويه هي الاغنيه لكنها لا بعد الحلقه دي بشوق انا وياك باهي طبعا باهي مادام عزيزه قبلنا نحكيو على الجون ونحكيو على الناس باش تجب دخلهم في الجو انا عندي انفيتي توا يكون كيما قبيله لسباس اماتور كيما ريت نجيبوا لي جون مرحبا يكونوا موجودين معنا نفرحوا بهم وموا نوصلوا لهم شويه الافلام تاعهم كيما كان عندنا اماتور توا عندنا جون غيليزاتور بروفيسيونيل عندنا اليوم مخرج صباع بيك موجوده قال نحب نكون في الحلقه موجود مع عزيزه بولابيا مرحبا بيه جاب لنا فيلم نتفرجوا فيه نحن والناس اللي تفرج فينا الكل بعد نحكيوا معاه ونتعرفوا عليه ونتفرجوا في الفيلم كيما قلت مرحبا خليل البحري محمد خليل البحري بلوتو على باز مونتور فيديو عندي اون بوت دو برودكسيون بور لو مومون نخدم في راديو كنوز اف ام في سوسه دخلت في الفيلم تاعك اللي جيت به اليوم واش اسمه الغراب الغراب ما شاء الله عشت لسامي اوكي عشت لسامي حلو ولا حلو ولا لو بيان شوازيره باهي نشوفوا علاش يحكي نشوفوا علاش اخترت الاسم هذا علاش اخترت زاد الاسم هذا نمشيو نتفرجوا معنا في فيلم الغراب ونعاود نذكر زادة لي جون غاليزاتور اللي يحبوا يكونوا موجودين معنا في تيلي سينما على ذمتكم الباج اوفيسيال نتاعنا تيلي سينما ولا السيت زاد نتاعنا www.telesinema.com نمشيو نتفرجوا في الفيلم ونرجعوا بعد نحكيو معلم الدار بروجي وبروفا ومرج وهم عليه هكا برات سمك احكي لي صح سيبو عاد على البرسوناج عم نحكي لك تو في الشارع اي في الشارع اوكي يا خويا اسمه مالك او باش يبدا تويكا يحكي عليا وباش يبدا يهز وينفض ويزيد وينقص من راسه ويبدا يحكي لي في حياتي على كيف كيفه يا اخي شكون هو باش يفسر لي حياتي شكون هو باش يعمل فيا اللي يحب المره هذه انا مانيش باش نخليه المره هذه انا اللي باش نحكي اسمي مالك مولود في 3 جانفي 84 ليلة ظلمة حيسة تمد يدك ما تشوفها شتاختي من سمك أمي شد الحس بابا طلعها في الكهرباء شدتني للسبيطار تركت مسدود والحالة مش هي العجلين المحروقة مسكرة الكياسات دخانها مخلط بريحة الكريموجين والخوف لعبت تجارة في جهة الكل اللي طايح واللي مدموغ واللي بالحجر يكرد وصلوا السبيطار راسي ما بين ساقين أمي وهي ما بين روحين من الغسرة طب قاموا بالواجب وحالتها استقرت بابا قال من نفقته بين عشيه ظهر عظام وعظام شقاء كبرت هو في كل حاجة معرضني كي شوكة في حلقي قلوا بابا ميسرش تزدي البحر يقول لي لا بي عايش بابا ميسرش نخرج نلعب في الحومة يقول لي لا بينا لحد فما رحلة عاملها النادي قيدني عايش بابا قلت لك لا 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 أمي مسكينة كانت تقول لي شو عندك فيه تخرجني بالسرقة وتشيلي نحب عليه الكل كيف قبال يقولها هكا هو البالي خالف لهبال تقول له خليه يتيمة وكيف ندادو
صغري عديته وحدي ما بين المكتب والمكتبة، كنت نقرأ أي حاجة تتيح ما بين يدي، نقرأ الكافيو، زولا، سارتر، نيتشا وفرويد وتولستوي. أما ما كنت الشيخ ونتفرهد كان نهار الجمعة العشية في الكلوب دو تياتر. أوه السين هي داري، الكوتي كور هي بيتي، والكوتي جاردان غادي وين يحلالي اللعب. هبالي بالمسرح خلاني في عمر 16 نحكي على فيكتور غارسيا وبيرلوت بريشت، ونحلم بعد الباك نكمل قرايتي ونقرأ ار دراماتيك. وجاء عام الباك ونجحت، فرحة أمي وزغلتت، بابا غزر لي قال لي هك سلكتها أدمي باسابل، طوال لازمك تعرف إيش تختار. قلت له بابا نحب نعمل دراماتيورجي، حب ندخل الليزاد. قال لي نعم نقري ونصرف باش تطلع لي ممثلة. تدخل الكمبيوس تقرأ دروا فهمك مسكر، والهدرة هذه ما عادش حاب نسمع بها. خلو مسرح نودي القصبة في زمانك لعلو. موسيقى القدام موسيقى التالي أول نهار في الفاك، العبيد مش عبيدي، الوجوه ما هو مش هما، جوش دروات يجيت حجرة سقراط، زيت عملت دومي تور دخلت أول كافيتيريا عرضة. عسلامة أخوي إكسبريس بالله. سامحني في قبلي وسيري قاعد عملتها يزيتي، يدخل الفاك ما يدخلش، باش يعمل باش يدخل الدروا ماهيش بلاصتو. ميرسي يعطيك الصحة. شنو مالك هذه اخرتها؟ باش يتحكموا فيك كالعادة، باش تدخل دروا والعام بزوز، باش تعطي الكارو، مش انا اللي يتحكموا فيه، مش انا اللي سلم في حلمه. عملت على روحي، دبرت خدمة في بيبلينات، نخدم صباح مع ليل، عينيا تنقبت من التصبيح قدام البوستوات، مني شداد الكاسة ومني نتكتك وين باش نهرب. مكمل العام كامل أميت حق الخرجة، أمي باعت الذهبة وكملت لي الفلوس، وكذبت على بابا وقالت له ولدك ماشي في فواياج دو بروموسيون. 8 سبتمبر ألفين وثلاثة حطيت سقايا في روم، قلت وني باش نبدا حياتي، وني باش نبدا ثنيتي واللي حلمت بيه في بلاد لا كوميديا ديلارتي. هاي اللغة قلقني، أيام قاعدة تتعدى بس ماشي وتقل، كنت محي في الشارع مربت في بتحت القناطر ظهري قوس بالبرد، جعت في كرشي لقيت مسبل وقليت مكلة قارصة بيتة الكلب يعيفها ما ياكلهاش، أما خير ولا نسرق ولا نمد ايدينا. نهار وانا هايم في الشوارع عرضني واحد قرا معايا قبل اسمه شادي، كنا نعيطوا له شاء، فهم ثنية من قصيرها وحرقها عم تسنكيم، عسكيت باريحة لما اللبس بالقدا وفي يده قرمات سوما سوم كرهبة، خلص أخفوا حالي قال يمشي معايا للدار. دخلت ما فهمت شيء، مدلي سلبيات وقالي بري مشي ادخل دوش، كي تخرج تلقى حوايج نظاف البسهم ما بين انا حضرت فايم ناكلوها، الظاهر فيك ما توحش ماكلت السخون. قعدنا فطرنا وحديث يجيب حديث، قلت له شدوله دبر لي خديمه معاك ماني خوك،
غسل لي قليا الاقلام اللي شده وانا سايبها لك اما تعرف وجهك ما هوش محروق نجم تفيدني برشا بالعربي انا نلحم في الغبره في بيس خدمتك تقعد في القهوه اللي مقابل وعينيك محلوله على الحركه على المشي والجاي بروحي قلت مادام ما تحكي شيء مادامني في نظيف البرجوليه خمسه بورفرن كان خير ولا نرجع للتمرميد بتليلتها ماني فاهم شيء بتقلب ما جاني شنو ايش باش تصير الحكايه ايش باش نصور ايش باش نعمل بيهم كيفاش باش نتصرف الفقد كان بالصباح طلع تكتك مع الشاه وقعت في راسك العادي عس عليه وزوم الحاكم هز الحبايب وخليه هو يفرش دخلت نجري للدار دزيت باب السلدبة حليت الشاس بلاصه الرف ده سلعه يلزمها تمشي في الزيقوية كيما موسين الشاب جبت التبستينة نلقى معاها بيوس حطيتها في الاباري نلقاها كوبي من ريبرتوار الشاب قلت اللي ماشي في القمة أنا أولى بيه بعت الملمة باللي جابت قطع لف الأول زبور أول أجونس دو فواياج بيي على أول طيارة ديريكسيون سان بيترسبورغ 4 فيفري 2004 باي باي روم المرة هذه مشكلة اللي فاتت عندي شوية فلوس ويزمني نعرف اش نعمل قيدت في انستيتيو دو لونغ وكريت غارسونيير ودبرت خدمة بلونجور في بيسترو نهار بعد الخدمة خارج في الظلام في الليل نسمع في حس بكيف الزنق كفت نلقاها قاعدة على عتبة قربت لها هزت راسها الماسكارا مغدر من دموع عينيها قالت لي دخيلك تركني لحالي من غير ما نشعر نحيت الكابوت اللي على كتافي ورميته عليها قلت لها ما تخافش ماني طالب منك شيء تحبش نمشيو لبلاصه نشربوا حاجه دافيه ضحكت لي دوحت راسها فهمت اللي ما عندها وين تبات قلت لها مش مشكل تحبش نشرب ونتفاو بحدايا في الدار اسمها ميرنا لبنانية ليلتها الزبون اللي مشى معاها بعد ما عمل فيها اللي حب كامل ضربها وفكلها فلوسها سخفته حكايتها قالها اقعد عيش معايا في النهار كل واحد فينا يصلح يرقة رزقه وفي الليل يلمنا سقف واحد صاحبي اعطيني السيناريو برسمك خلنا نقرا وحدي ماني قلت لك لا نهار بعد نهار ميرنا ماشي ويبان عليها التعب وجهها اصفر وعينيها بدت تحوق ولي تاكلو ترد قلت لها غدوه تمشي للطبيب شكيت قلت بالك حبلة قمت الصباح كالعادة مشيت نخدم عركة خواطر في راسي زعما حبلة زعما لا زعما وليد ولا بني زعما مني ما فهمتش النهار كيفاش تعد حازم عندي السيناريو كل نوت خدته بس. هاي بتبيع تتحط على دكتور تبي كيز ممكن تشوف شو بتعمل معه بالضبط. روحت سقي على من راسي. حلت الباب.
ما لقيتش ميرنا، ما لقيتش الباشا، لقيت ورقة على الطاولة حليتها، ميرنا طلعت زيرو بوزيتيف. يا لا لي باتي، أنا هنا كيف علي، أنا تحطمت، اللي حلمت بيه الكل وضاع، قديش مازال لي باش نعيش، شنيا مازلت باش نشوف، شو باش نقول لأمي، وهي شو باش تقول، شو باش انت صوم خبي حقك في خدمة وقتنا ما بيتش في بانا بان بان يزو كيش يعمل هيك أما بالماء بيوك رجعنا بعد فيلم الغراب. هاي اولا يعطيك الصحه عيشك، حاجه هايله برشا. فيلم قصير مش طويل برشا، لكن المواضيع اللي فيه طرقتوا لبرشا مواضيع عجبني. ساعه اولا فيه الموضوع نتاع الاب اللي يحب يسيطر على العائله وعلى على على مرته وعلى ولده. فيه الولد اللي يحب يوصل للهدف نتاعه اللي هو المسرح ولا السينما ولا فيه الحرقة اللي يحب يحرق. فيه اللي خرج لبرا وتمرمد ومجبور صحيح الوالدين ما يعاونوش اولادهم اللي يضغط عليهم برشا حتى يخلي صغير ولا ولدهم ولا بنتهم ينفجروا. الفيلم رغم قصره ما يقلقش. الممثل في كوان في كوان في تركي تحسه مغزرة تتبدل حركة من يده يتبدل ما تقلقش يعني كتفرج احنا خلنا نفهم هو شو المساج اللي حاب يوصله من الفيلم. ما يحكينا شوي على الفيلم اللي حكينا ساعة مش مساج برشا مساجات عطينا حكينا اللي باز اللي باز المساج الأولاني اللي هو معناها كونت اون فيو اون بو معناها كي حابين نوصلوا للهدف نتاعنا راه وصلنا. وهذايا مش في كوندكتور بركه معناها مش في حاجه بركه معناها ميساج انكروستي في برشا حكايات معناها في الاولانيه اللي هي كيفاش حب
يوصل يعمل رياليزاسيون وسيناريزاسيون. سمحني حاب نقول لك حاجه, انتوما من الموضوع الموضوع ما تحسوش الموضوع اللي باش يجي من بعده كاين باراشوتي ولا تحسوا فما تسلسل فما تسلسل في الاحداث. قلت لك المساء اللي حكى له انا اللي هو كي حب يعمل سيناريزاسيون بلوتو مش رياليزاسيون, كي حب يعمل ابوه معناها ما خلاش اللي هو سي السيد البو ابو سي السيد اذا السوجي هذا معايا واخذه مدار فيك من الدنيا شويه قريب لك برشا الحكايه. والله تنجم تقول في حكايات مش هكاك حتى اللي دي نتاعو هو كيفاش اتعملت معناها السيناريست ماهر برهومي كي جاب لي السيناريو زدنا حكينا فيه شويه وتناقشنا فيه شويه. ما هي على باز اللي دي نتاع ماهر برهومي ما انكروستيت فيها كلكو بوين اللي هما حسيتهم يمسوني انا خاطرني انا واحد من الناس حبيت نعمل رياليزاسيون حبيت نعمل مونتاج مي الوالد ربي يهديها هزتني نقرا فورماتيك بالسيف وصاروا برشا كما حكينا قبيله اللي خاطر الوالدين الكل يقول لك الدومين هذا رد بالك ما تقراش فيه ولا خاطر في وجهي عايش خاصه الفن خاصه الفن ما يحبوش كاو ديكو معناها حطيت فيه البوان هذاك. البوان الثاني بتاع كيفاش حب يوصل اللي هو تمرمد مشى لايطاليا ومن بعد رجع لروسيا ومن بعد والبوان الثالث اللي هو في الاخر بالكل ايه؟ اللي هو ميم سي حتى الاكتور اللي هو السيناريست اللي يحكي في السيناريو نتاعو خاطر هي اوتوبيوغرافي يحكي في السيناريو نتاعو حتى كي السيناريو فاض عليه الاحبار معنا كبشنا وخدمنا السيناريو ولقينا كيفاش نفصحوا تفيدة الاحبار. مادام عزيزة باش تنصحوا نصيحه من عندك من الاخر معنا ننصحوا شد صحيح ساعه قبل كل شيء كما في السيناريو نتاعو يشد صحيح بقدرة ربي يوصل. ما نجمش نقول له كما لك الكلام اللي ديما متداول الدعوه لا الدعوه ما فما معاش فما دعاوي ما فهم معاش فما دعاوي اما بقى انا نقول لك شد صحيح وبقدرة ربي تخلط. احنا فرحانين برشا بالحق اللي كنت معنا مدام عزيزه وانت زاد يعطيك الصحه ان شاء الله ديما قدام برافو بالحق. انتم كالعاده تتفرجوا فينا نعاود نذكركم نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس الرونديفو على الوطنيه الاولى تصبحوا على خير باي باي. ريم الفاية هيا يا هيا لا هيا يا خاوي تلعى يا بون عشتي ذا لا هيا يا هيا لا هيا يا حما عرايسة يا اليوم. حسين ومحلي الفنان كيبدا لاز يبدا في مجموعة متاع شباب اللي يعرفوا قيمته يعرفوا كارو يهزونه من معنوياته. إن شاء الله الثقافة ديما في المستوى وإن شاء الله الثقافة تونس تزدهر بالثقافة والمثقفين متاعها من ممثلين ورسامين ومغنين ورقصات وحسينوا الفن بما فيه. Stack the bait, yo-yo. Your superstar is gone.